السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو خاص بأحبابي في الله وأنصار الله، أنصار الحق الذين سميتهم، والذين هم في الحقيقة يسألون عني دائما أين أنت. فأردت أن أجيب في بضع دقائق أني في الحقيقة أنا إنسان وبشر و أخطئ وأصيب. نعم، أنا لست معصوم من الخطأ لأني بشر كسائر الناس، وهي في الحقيقة رسالة أيضا لتذكير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه نفر من اليهود يسألونه، قالوا له: إن كنت رسولا فنبئنا عن رجل ملك المشرق والمغرب بعد سليمان، ونبأنا أيضا عن فتية ذهبوا إلى كهف فلبثوا فيه سنين وسنين ثم أحياهم الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: سأنبئكم بذلك. ذلك أنا له ثقة في الله، وأن له حسن ظن بالله، وأنه يعلم من الله الحق. فالله سبحانه وتعالى عندما نزلت سورة الكهف وأجابه عن أسئلة اليهود في نص الآية، آية من آياته، قال له: ولا تقل لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. فتعطل الجواب وتعطل نزول السورة في حد ذاتها. نعم، وهذا معلوم في الأحاديث و في السيرة النبوية. ثم أن موسى عليه السلام عندما قابل ذلك الرجل الذي أتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علم الملقب بالخضر، اتبعه موسى، لكن الرجل قال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما اتبعه موسى سأله: لماذا خرقت السفينة؟ ثم بعد ذلك اعتذر وسأله: لماذا قتلت الغلام؟ ثم اعتذر موسى عليه السلام، ثم قال: لماذا بنيت الجدار في قرية أهلها لا يطعمون الضيف؟ نعم، فكان جواب الخضر عليه السلام بعد ذلك، وقال له: ألم أقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصب. ثم عندما قتل الغلام ماذا قال؟ قال له: يا موسى، كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ثم عندما تحدث عن الجدار وقال له: ما سبب بناء الجدار؟ قال: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشده ويستخرج كنزه رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك ما لم تستطع عليه صبر. فالأولى أراد الخضر، والثانية أراد الخضر ومن معه ملك من الملائكة، أما الثالثة في الجدار فكانت إرادة الله. نعم، ولذلك نزلت تلك الآية: ولا تقل لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. نعم، كان عتابا، كما أنه كان عتابا قبل ذلك في سورة عبس، عتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطال الوحي عليه لم ينزل حتى نزلت سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. عندما أتكلم هكذا لست أنا أقول لكم أني نبي أو رسول أو مهدي أو إمام أو عالم أو ما إلى ذلك، أنا عبد لعباد الله، عبد بسيط، ما تعلمت من كتاب الله أردت أن أبلغه للناس، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا على ما في قلبي وعلى ما في نفسي. ثم أن سليمان عليه السلام
ألقى الله على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أخطأ سليمان ثم استغفر، وذكرت ذلك في حلقات. ثم أن أباه داود عليه السلام أخطأ أيضا في قصة النعاش، نعم، فخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. يقول الله فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود وإنا جعلناك خليفة في الأرض. فلذلك الإنسان غير معصوم من الخطأ. قد أكون أنا تقولت قولا على الله سبحانه وتعالى، لكن ما كل ما ذكرته وقلته خطأ وغلطا فالله يعلم. ولعل هذه الزلة وتلك الزلة هي بسبب من الله سبحانه وتعالى، نعم، ليبتلي عباده وليمحص ما في قلوب عباده. فأنا لست نبيا ولست رسولا، أنا أخطئ، وخير الخطائين التوابون. وإذا اعتذرت وقلت نعم قدرت تقديرا من كتاب الله، لم يشأ الله له أن يكون، فذلك خطأ مني أني أخطأت، فأنا لست معصوما من الخطأ. نعم، هذه الحلقة الأخيرة التي أخاطب فيها من يسمعونني ومن يتابعون قناتي وحلقاتي، سواء من المغرضين والمتربصين وسواء ممن هم يحبون هذا الرجل ويتابعون حلقاته، هي الأخيرة في الحقيقة، لأني لا أستطيع أن أواصل. فتحدثنا ببذعة قليلة من كتاب الله، لكني لا أستطيع أن أواصل لأن اللبس والشك دخل قلوب العديد، الريب دخل قلوب العديد. لكن هناك من الناس ممن يتابعون بقوا على ثقة ويعلمون أن الإنسان قد يخطئ وقد يصيب، حتى أن الرسل والأنبياء أخطأوا، وليس سليمان وداود فقط ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وموسى قتل نفسا، نعم. فكلنا قابل للخطأ ما عدا الله سبحانه وتعالى، لا يخطئ أبدا. لكن الله سبحانه وتعالى يؤجل أشياء لأجل بحكمة وبعلم. فلهذا أريد أن أختم هذه الحلقة الأخيرة، ولتعذروني حقيقة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد تكون حكمة من الله سبحانه وتعالى أني أخطأت، قد يكون الشيطان ألقى في أمنيتي، وقد يكون ما قلته عقلا لكن الله أجله لحكمة ليمحص قلوب الناس، ليعلم من المنافق ومن الكافر، من هو المؤمن ومن هو المصدق ومن هو المكذب. والله عنده أم الكتاب، يمحو ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، والله يراقب، والله سبحانه وتعالى معك أينما كنت، لا يتعداه شيء ولا يتجاوزه شيء، الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. فلذلك أنا دعوت الله أن يغفر لي ويرحمني وأن يعفو عني حقيقة. فهذه حلقة أنا لا أطلب منكم المعذرة ولا أطلب الاعتذار من أولئك الشرذمة الذين يحاربون، فالله سبحانه وتعالى قد علم ما في قلوبهم وقد محص قلوبهم ما فيها. أنا لست إنسان بسيط، إنسان عادي كعامة الناس، ما علي إلا أني بلغت ما ألهمني الله من عنده وما عرفته في كتابه، وأشهد اللهم أني قد بلغت، حتى أن الله عندما يسألني يوم القيامة لن يقول لي بإذنه تعالى لماذا تعلمت من كتابي شيئا ولم تعلمه لغيرك ولم تبلغ به وكتمته لنفسك وجحدته، نعم كنت ممن يجحدون آيات الله، لا، سأقول له اللهم مما تعلمت ومما عرفت من كتابك فإني نشرته لعبادك، واشهد اللهم أني قد بلغت. فآخر كلامي لأولئك الذين استبانوا، نعم ظهروا، وبحكم من الله، أنا أعلم أنها حكم من الله، نعم أنا متأكد أنها حكم من الله. أودعكم وأقول لكم إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الله، يوم يأتي تأويله. السلام عليكم ورحمة الله.